بالقضية اللي رفعت هيفا على هيفا ماجيك. أول مين حكينا بالكرة الأرضية وعرفت بالموضوع بكل وراقه، قريت القضية كلها والدعوة، كنت أنا. قلت لها لهيفا ماجيك بكل صراحة، ما تزعلي مني يعني، المرة كتير تأخرت لحتى تتصرف هيك، لأنه بالنتيجة هيدا اسمها، هيدا اسمها، وأنت استهلكتي كتير يعني، يعني صار في كتير كمان قصص مبتذلة صارت على اسم هيفا، وهيفا أنه تعبت كتير بحياتها لتعمل اسمها. وأنا كنت أوريدي أنا عطيه، عم بحكيكم باختصار توتال، وأنا كنت أوريدي أنا قايلها لهيفا ماجيك بالزمان، قلت لها بكرة أنت عم تعملي شغل باسم غيرك، ما تقومي بكره تتضرري، لان هيدا الشيء ما بيسوى، لان انت عم تشتغلي باسم غيرك، جيبي اسم تاني مثل نور، مثل اي اسم اخر، طلعي فيه، وبصير براند مع الايام، وبتكوني عم تكسبي لقمه عيشك، شو بدك باسم غيرك؟ قلت لها اذا انت جيتي واجا حدا قال لك، اجا حدا قال لي اخذ اسمك هيفا ماجيك تو، شو بتعملي؟ قالت لي ابنك اخته. قلت لها طيب ليه ما هي ما بدها تنيك اختك؟ ما كل انسان يدير على نفسه. بعدين انه لان اثرت هيدا على هيدا، بليز اعملوا معروف جايز، بدنا نكون واقعيين، هلا نحن عم نحكي بزنس. بالعكس لبل تعتبر هيفا صبرت كثير عليها. لان بدكم تعرفوا شغله كمان، انا مره بالزمان في واحد صحفي يعرف عن نفسه إلي باسيل، وانا كنت شو بوقتها انه اي فنان قال له بديك لتصوير لتيفي معين او ل الي او لكذا، على السريع يوافقوا يقولوا لي تكرم عينك. وفي ناس انا فنانين كنت موت عليهم، ناس كنت اكرههم ما حبهم، يجي هيدا الاير يلقط التليفون ويعرف عن نفسه باسمي، يخافوا الفنانين والفنانات يفكروني انا يعطوا سكوبات او يعطوا مقابلات او يعطوا تصويرات، يقوموا يتفاجئوا ما يلاقوا هو. شوف معلقات مكتوبة باسمي، شوف تصويرات بروديوسر اسمي. قلت لهم جيبوا لي قراره لهيدا الاير. طلع اسمه الياس باسيل، حتى مش ايفن الي باسيل. وحياة امي، مش ما في 24 ساعة، ما في اربع ساعات حتى ايفن يمكن ساعتين، انحط بالصندوق. حطيته بالصندوق. كيف بيستخدم اسمي؟ انتك عرض اللي عملته، انت باي حق بدك تيجي تستخدم اسمي؟ لا تحكوني انسانيا ولا تحكوني ربابيا، اسامي نستركوها بحالها. انت أديرة مديرة، استغلي اسمك، اشتغلي باسمك. صبحية نور، نور افندي اللي بدك اياه، بس كل انسان يشتغل باسمه، شو بدكم باسامي العالم تستثمروا فيها؟